السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الفاصوليا، هنعرف ازاي بنخزنها برضو بطريقة سهلة وبسيطة ومش مملة، مش هتضايقك ولا اي حاجة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. انا معايا 3 كيلو من الفاصوليا مقطعاها، مقطعاها قطع وغسلتها وحطيتها برضو تصفى، ومعايا حلة فيها مية بتغلي ومية ساقعة. هنعمل فيها ايه يا ست؟ هنجيب معانا كمان ملح ليمون، هناخد معلقة معلقة صغيرة من ملح الليمون، بس كده بس كده. المية بتغلي اهي، جايبة كده الفاصوليا بتاعتي. طب انا ما عنديش ملح ليمون، عندك 3 4 ليمونات عاديين تعصريهم وتاخدي الميه بتاعتهم. هتعملي فيها ايه تاني كده؟ هسيبها لحد ما تغلي، هتغلي شويه وهقوم نشلها كده واحطها في قلب الميه الساقعه. كل ده هنعمله مع بعض، يعني مش عايزه الفيديو يطول عليكم، عشان كده كنت مجهزه كل حاجه وسايبه الحله الميه بتاعتها تغلي ممكن تعمليها بطريقة الفاصوليا على فكرة، البسلة دي برضو تشوحيها بالزبدة، يعني بالطريقة اللي تريحك اعمليها كده، هتتعمل وكده هتتعمل. على فكرة الطريقة دي طريقة البامية، بس البامية متبقيش مشرطاها، تبقى معاها بس ومنضفاها وبتعملي فيها كده برضو اول ما تغلي برضو كده، بس البامية بتشيليها منها، ما بتحطهاش في مية باردة، تشيليها تسيبيها كده لحد ما تبرد وبتعبيها في الاكياس. بص بقى يا ست الكل، هي كده معايا غليت وبقت تمام، هشيل كده واديها صدمه. هي قعدت كده بتاع 5 دقايق ولا 10 دقايق على النار. خلاص كده نلف بقى عشان نصفيها. نجيب بقى
هسيبها بقى تتصفى. هي اصلا كده يعتبر اتصفت. واجيب لي الاكياس بتاعتي. دول هقسمهم مثلا على 4 اكياس. طبعا مستغربين كميتها قليله جدا عن بتاعه البسله، احنا بنحب البسله اكتر. وانا كنت عامله مره قبل دي. انا كده ايه، زي ما عملنا برضو في البسلة اهو، هنفضي منها الهواء. ودينا خلصنا برضه على حسب الكمية اللي انت هتعمليها، ليك الحرية في الكمية. انت شايفاها هي بنفس الطريقة كده. على فكرة هي مش سخنة، لان انت اصلا صدمتها بالماء الساقعة. هي دوبك دافية. وكده نكون انتهينا. واقول لكم تنسوش اللايك وسبسكرايب للقناة، ونقول رأيكم في التعليق. مع السلامة، واشوفكم في حلقة جديدة مع حاجة جديدة في مطبخ ام سليمان. تصبحوا على خير.